بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامجكم زي القمر. يسعدني النهاردة أن أنا أستضيف دكتور علاء سمرة استشاري الجلدية والتناسلية. إحنا أنا وحضراتكم هنبقى نضيوف على دكتور علاء النهاردة، وهنتكلم عن موضوع يهم جميع المشاهدين، هو حب الشباب. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك. دكتور علاء اهلا بحضرتك. احنا النهارده في اولى حلقات برنامج زي القمر، عايزين الناس كلها تبقى زي القمر. فمن ضمن الحاجات فعلا اللي بتقرق الشباب من الجنسين سواء بنات او شباب رجاله موضوع حب الشباب. فالاول يعني هل اي بثور في الجلد او اي ليجنز في الجلد بنقول عليها حب الشباب، ولا ايه هي تعريفكم ومواصفات حب الشباب؟ لا طبعا، هو مش اي حاجه، اي طفح جلدي او اي حاجه معبيه صديد شويه او حاجه ده نسميها حب شباب. لان في عندنا ممكن يبقى في نوع من انواع الاكزيما ممكن تعمل لنا كده، ممكن تبقى شويه حساسيه، الاكزيما اللي هي الحساسيه، او ممكن يكون خراج مثلا في الجلد، مش عارف ايه، التهاب بصيلات شعر، في حاجات كتير قوي ممكن تدينا شكل حب شباب، بس هي طبعا مش حب شباب. كمل. انما مشكله حب شباب طبعا مشكله كبيره جدا، ومشكله بيعاني منها ناس كتير جدا في مختلف الاعمار. يعني حتى دلوقتي ممكن تلاقي يعني سن كبير شويه غير المتعارف عليه اللي هو من 15 ل 20 سنه، لا ممكن يبقى اكتر من كده، وبيعني حب شباب سواء كان ولاد او بنات. جميل. ممكن يبقى اصغر من كده يا دكتور؟ بص، بيبتدي مع البلوغ اكتر. يعني بعد سن البلوغ بقى، يعني ممكن من السن اللي هو من 13 فما فوق ده بيبتدي طبعا حب شباب. جميل جدا. طيب ايه الفرق ما بين، هل في انواع لحب الشباب الاول؟ لا هو طبعا في انواع كتير، وكمان على حسب الدرجه بتاعته احنا بنحدد ايه. طيب حضرتك قول لنا اهم الانواع على حسب الاختلاف في المرض الباثولوجي. تمام. وعلى حسب الدرجه بتاعته. بص، احنا يعني اللي يهم الناس عموما في الانواع حب الشباب هي درجه الشده بتاعته قد ايه. جميل. يعني هو مجرد موجود في الوش بس، ولا موجود كمان في الكتاف، موجود في الصدر، موجود في الظهر. برضه هو درجه وجوده، يعني هو يا يعني دوبك بس حبوب بسيطه، ولا لا ده هي عامله معبيه كتير تحت الجلد، او الراس السوداء يا دكتور، او الحاجات دي، وهي بتبقى راس سوداء ولا راس بيضاء، ولا معبيه كمان صديد ولا لا، ويا ترى هي تحت الجلد ولا فوق الجلد. حاجه اسمها نوديولوسيستيك اللي هي بتبقى معبيه كتير من جوه، يعني بتبقى عامله زي كيس صغير مليان مثلا صديد او ميه او سواء كده، ونلاقيها مكلكعه كده تحت الجلد، مش مجرد حاجه مكفوله، نلاقي اي حاجه تحت الجلد مكلكعه تحت ايدينا، ودي تبقى اصعب الانواع في العلاج كمان. بتبقى دكتور محتوياتها في جميع الاحوال بدايه ماده دهنيه، وبعد كده بتتحول ان هي ممكن يجي ميكروب يعمل صديد او يعني الاساس ماده دهنيه. بص، الاساس بتاعها اصحاب البشره الدهنيه بيعانوا اكتر من حب الشباب. لان في الغده الدهنيه بتبقى ملاصقه للشعرايه مع بدايه البلوغ، وبيبتدي هرمون التستوستيرون بيزيد في الجسم، لو هرمون الذكوره، لو هرمون الذكوره او الاندروجين، بيبتدي يزيد حساسيه الغدد دي لافراز الدهون، بتفرز دهون زياده. مع التراب، مع المسام ممكن تبقى مقفوله، مش عارف ايه، بتبتدي الدهون دي في نوع من انواع البكتيريا بتبقى موجوده بتسبب السيبم اللي احنا بنشوفه، او اللي هو يعني الماده الدهنيه اللي هي بتتفرز بعد كده مع حب الشباب، اللي بتعمل لي بعد كده حب الشباب. طيب حضرتك يا دكتور عايزين نشرح الصوره دي للساده المشاهدين. ده حب الشباب ده من الدرجه البسيطه طبعا زي ما احنا شايفين، وموجود في الوش بس، ده غالبا مش هنلاقي. حضرتك قلت درجه بسيطه بناء على ايه؟ مع ان انا شايف ان هو في التهابات ولونه احمر، ويعتبر سنه عامل ديسفيجرنج او تشوه للوش. بس كله سطحي، يعني هي سطحيه، يعني قصه ان هو مثلا مش عامل ندبات او عامل حفر في الوجه. لسه ما دخلناش مرحله ندبات كده، لو حصل الموضوع كله سطحي، وهي التهابات دي بسيطه في علاجها. انت عارف هو حب الشباب اكتر المشكله الاكتر فيه تبقى كمان في الندبات اللي بيسيبها لو حد قعد يلعب فيها كتير والكلام. دي بقى من نوع اللي بقول لك عليه، هو حاجه صعبه. ده اللي هو النوديولوسيستيك، اللي هو لا هي معبيه كتير وتحت الجلد ومكلكعه كلكعه، وفي نفس الوقت في كيس مليان ماده بقى سواء صديد او وات ايفر ايه بقى على حسب. ايوه، اللي هو السبيشال سكريشن ده. ده بقى شوف، على قد ما هي الحبوب قليله، يعني هو عددهم اقل، بس عامله تشوه بس عامله تشوه اكتر. جميل. يعني ده حب الشباب في التاني شفت كانت حبوب اكتر، وكان علاجها هيبقى اسهل، بس دي حبوب اقل بس علاجها اسهل. طيب نرجع تاني يا دكتور لموضوعنا. يعني احنا قلنا المراحل العمرية اللي ممكن يجي فيها، وطبعا هو من اسمه هو في اكتر في مرحلة الشباب او ما بعد البلوغ.
طيب هل في نسبة، يعني حضرتك قلت ان سببه بيكون مع زيادة هرمون الذكورة، هل معنى كده ان هو في الرجال اكتر من السيدات ولا النسبة واحدة؟ لا لا، هو مش معناها كده، هو معناها ان بيبقى هرمون التستوستيرون في الجسم ليه مستقبلات. هو بيفرز هرمون التستوستيرون في الرجاله وفي البنات. في الاثنين، بس بيبقى في الرجاله اكتر وفي البنات موجود بنسبه قليله. جميل. بس عندي بيبقى له مستقبلات على الغدد الدهنيه دي. فبالتالي مع زياده الهرمون ده بعد البلوغ بيبتدي في بعض الناس بيبقى الحساسيه بتاعته زياده شويه، فبيبتدي الدهون تتفرز بصوره اكتر شويه وتعمل لي مشكله حب الشباب بعد كده. جميل. طيب هل في يا دكتور يعني دي كلها هل نقدر نقول ان هو سببه 100% عامل وراثي، مفيش اي اسباب ممكن الشخص يبقى سبب في ان حب الشباب يطلع له؟ لا بص، في عوامل كتير جدا بتاثر على حب الشباب، ودي اللي احنا بنخلي بالنا فيها وقت العلاج او الوقايه كمان مش العلاج بس. يعني اقصد عوامل بتسبب الظهور ولا ممكن تزود المشكله؟ قصدك احنا حاجه في ايدينا ان احنا نخليها تظهر. لا بص، دي بتبقى حاجه خلاص، دي حاجه جينيه في الجن. يعني هو سببه الوحيد عامل وراثي. يعني ما اقدرش مثلا حد هيبقى عنده قابليه ان هو يطلع له، او هو خلاص هو جلده مثلا بشرته دهنيه وجلده قابل ان هو يعمل حب شباب ونضحك ان هو ما يطلعش من لوحده، لا ما ينفعش. دي في العلاج الجيني بقى والحاجات المتقدمه اللي احنا لسه ما وصلنا لهاش. لا لا ده خالص مش بنستخدمه خالص دلوقتي، لا ما فيش الكلام ده. طب ايه العادات الخاطئه اللي معظمنا بيعملها اللي ممكن يخلي الحلقه اسوأ او ان استجابتها للعلاج تكون ابطا، العلاج ابطا؟ طيب بص، هو يعني الحاجات دي هي اي حد صاحب بشره دهنيه، سواء بقى كان بتطلع عنده حبوب شباب ولا ما كانش بيطلع له حب شباب، لازم يخلي باله من الحاجات دي. اهم حاجه نظام الاكل. الاكل فيه عندي شويه حاجات بتزود لي حب الشباب وبتزود افراز الدهون اللي في البشره، منها الشطه، منها المخللات، الشوكولاتات، اللب والسوداني، المكسرات، الدهون بقى جلد فراخ، دهن لحمه، اكل مسبك، حاجات مقليه، الحاجات دي. الاكل فيه مواد حافظه، الميه الغازيه، الحلويات يا دكتور، لان في ناس بتاكل حلويات كتير وما تعرفش ان هي ليها دخل، هل ليها دخل؟ بص، ما هي الحلويات دايما داخل فيها سمنه. ما انت مش لاحد بيعمل حلويات من غير ما يبقى فيها سمنه، هي يعني الفكره هنا في السمنه مش في السكر. مش في السكر. لا مش في يعني السكر. انا ممكن اشرب مثلا شاي بس ممكن احط فيها اي عدد من معالق السكر، مفيش مشكله. لا ده مش هيضرنا. لا جميل. احنا الفكره في الشوكولاته الكاكاو نفسه، والفكره في الدهن في المكسرات الدهون، والفكره في الحلويات السمنه برضه او الدهون. جميل. طيب فضل فده ده كنا بنكمل، هو يقدر يعمل ايه عشان يتجنب حب الشباب؟ يعني هو اول حاجه النظام الغذائي، ده رقم واحد. رقم اتنين الاسترس والتوتر والعصبيه وحامل الهم ومش عارف ايه والحاجات دي، كل دي حاجات بتزود حب الشباب. حتى نلاقي لو حد بيطلع له حب شهري يلاقي فتره ما هو متوتر وعنده امتحانات ومذاكره ومش عارف ايه، حب شباب يطلع يجي ياخد اجازه ومريح ودماغه رايقه، يلاقي وشه اهدى وبشرته صافيه والكلام ده كله. ده بسبب يا دكتور ان هو لما بيكون متوتر بيلعب في حب الشباب، ولا هو لوحده الحاله النفسيه هي اللي بتغير او بتزود حب الشباب، بتخليه اعنف؟ هو الحاله النفسيه هي الاساس، مش قصه ان هو بيلعب فيها، لا الحاله النفسيه هي الاساس، هي بتطلع الحبوب. بعد كده الشمس المباشره، لو حد بيشتغل في شمس مباشره مثلا في مكان مفتوح ولا مش عارف ايه، او بيروح مشوار بعيد في شمس والكلام ده، ده بيزود لي برده حب الشباب. حد عارف البشره الدهنيه ومش مهتم بنظافه البشره وازاي؟ في يا دكتور استاذن حضرتك صوره يعني بصراحه شكلها دي برضو دي من الحاجات الصعبه قوي. دي برضو من الانواع اللي هي النوديولوسيستك اللي انا بحكي لك عليها، اللي هي بتبقى صعبه شويه في علاجها. ده في انهي جزء في الجسم يا دكتور؟ ده في الوجه؟ ده وش برضو، كل دقن، دي دقن واحد بس. طبعا دقن مشوهه شويه. دي برضو في الخد، دي اعتقد دي برضو في الخد، نفس القصه برضو. بص، اهم حاجه انا في حال الشباب ان محدش يلعب فيه، دي من الحاجات الصعبه. يعني كام صوره اللي فاتوا لورا بعض اكتر من اللي هو مكلكع، يعني هو في كلكعه شويه معبيه من جوه بقى، معبيه من جوه. معبيه من جوه. دي الكام صوره لورا بعض اللي فاتوا دول، دي من الحالات الصعبه اللي فاتوا، انما دي من الحالات السهله. دي اللي هي اللي يعتبر التهابات وسطحيه. دي لانها سطحيه، صح كده. جميل جدا. فبيبقى علاج. تتعلم يا دكتور. بص، دي الصوره دي للاثار بقى، يعني دايما تلاقي بقى حب الشباب دايما بيسيب سكارز يعني كده علامات. ده دكتور بعد العلاج ولا بعد ما هو راح لوحده؟ لا بص، ده بعد العلاج، بس علاج ما كملوش بصوره كويسه. هو كان متعود ان هو يلعب في حب الشباب كتير ومش عارف ايه، فساب له علامات، فجه العلاج عالج الالتهابات نفسها وساب الاثار.
كان المفروض طبعا يكمل على دي بيبقى اللي فاتت دي بيبقى لها مثلا جراحه تجميل مثلا او حاجه. بص ليزر بقى، ليزر الليزر والميزو ثيرابي دي قبل وبعد ده قبل وبعد العلاج بقى بصوره صح. ده هنا الليزر، العلاج هنا كان بالليزر، العلاج هنا ليزر يعني كنا شايفين في عندنا علامات وسكارز وحاجات مكان حب الشباب بعد العلاج، بعد كده بالليزر العلامات دي قلت كتير. جميل جدا. طب يا فندم لو احنا انتقلنا لنقطه ثانيه مهمه جدا وحضرتك ابتديتها اللي هو الليزر، التقنيات بتاعه علاج حب الشباب. انا اسمع ان في حاجه اسمها تقشير الجلد، اعرف ان في ليزر، اعرف ان في التقشير ده يا اما يكون كيماوي او زي ما حضرتك بقى ان شاء الله هتفهمنا. احدث التقنيات ايه، وهل هي موجوده في مصر بصوره متوفره للساده المشاهدين ولا لا؟ بص حب الشباب علاجه طرقه كتير جدا. من اول حاجات ممكن نكتفي بصابونه بس لو الموضوع، او غسول يعني لو الموضوع بسيط، لغايه لما بندخل في ادويه جامده جدا وليزر وحاجات كده. على حسب الدرجة، على حسب كل حاله وعلى حسب كل شخص واستجابته ازاي للعلاج والكلام ده كله. العلاج في مصر متطور جدا في موضوع الليزر ده، كويس جدا في علاج حب الشباب. قصه التقشير برده بيبقى مهم جدا في حب الشباب، لازم نعمل تقشير نتيجته تبقى كويسه جدا، سواء كان التقشير ده بقى كيميائي اللي هو بمواد معينه كده بنستخدمها، والماده برده بتختلف على حسب الدرجه بتاعت حب الشباب عامله ازاي. كل درجه حب الشباب ليها نوع تقشير معين. بنوصل لتقشير بالليزر، وده طبعا بيبقى مفيد جدا التقشير الليزر. يعني في حاجه يعني كومبايند ليزر مع تقشير الاثنين مع بعض، هل انا فهمت كده ولا لا؟ احنا بنستخدم حاجه اسمها فراكشنال سي او 2 ليزر في تقشير الجلد. بيفيدني في حاجتين، بيقشر لي الطبقه السطحيه بتاعه الجلد فبيشيلها بكل عيوبها، سواء كان بقى علامات غمقان، اثار، جروح، مش عارف ايه الكلام ده كله، ندبات يعني او الكلام ده، وفي نفس الوقت بينشط لي الكولاجين اللي في البشره، فبيرجع يملا لي الفراغات اللي كانت موجوده مكان هو ده دور الليزر يا دكتور؟ ده دور الليزر. يعني الليزر الهدف الاساسي منه ان هو بينشط ماده الكولاجين اللي هي موجوده كدا في تركيب الجلد فبتملى الفراغات. تمام كده، جميل. يعني هو بيستخدم في حاله وجود حفر بس او نتوءات، انما لو في كلاكيع ملوش دور. بص ما في عندنا نوع تاني من الليزر بيشتغل على الاكتف اكني اللي هي حب الشباب النشيط. النشيط اللي هو لسه موجود ولسه معبي ماده ولسه ملتهب والكلام ده كله. على حسب برضو نوع الليزر انت بتستخدمه ايه، على حسب الحب. طب دور الليزر هنا بيبقى ايه؟ يعني معلش عشان برضو اصل الليزر يعني عامل مشهور قوي وفي ناس كتير دايما الليزر بتفضله في اي خط من خطوط العلاج، فانا حابب برضو ادقق بس فيه بعد اذن حضرتك شويه. بص وده صح، قصه ما بيفضلوه ده بصراحه صح. بص الليزر دلوقتي في الامراض الجلديه انت بتعالج بدون اي اثار جانبيه، مفيش ليزر هيعمل لك اي مشكله مستقبليه. تاني حاجه بتبقى دايما نتيجته مضمونه ونتيجته كويسه جدا. طيب الحمد لله. استاذ حضرتك دكتور علاء، معانا اتصال استاذ محمد. اتفضل استاذ محمد. ايوه السلام عليكم. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. سمعت اكلم الدكتور؟ اتفضل دكتور علاء مع حضرتك. بعد اذنك عندي نمش في وشي بس يعني مش عارف، عايز يروح مش عارف يروح ازاي. وفي بعد اذنك سؤال تاني، في زي عين سمكه كده منتشره في ايديا. تمام. مش عارف كل ما اعملها بالكهرباء بترجع تاني برضه. طيب حاضر هقول لك. لا تعمل ايه دلوقتي؟ اتصال حضرتك استاذ محمد. يا دكتور النمش ده بقى يعني هل هو مختلف عن حب الشباب ولا عباره عن ايه؟ يعني ايه نمش؟ بص النمش ده قصه ثانيه بقى خالص، ان احنا عندي اماكن معينه من الجلد بيزيد فيها افراز الميلانين فبيعمل لي قصه النمش. يعني صبغه، يعني هي نقط صبغات. نقط صبغات. اللي يهمنا لازم الناس تعرف ان مفيش حاجه هتضيع النمش بنسبه 100%. هو اصل النمش ده بيبقى حاجه برضو ليها شويه عوامل وراثيه او عوامل جينيه في الجلد. فبالتالي ان هو مش هينفع اضيع له 100% النمش، انما انا اقدر اقلله له بنسبه كبيره. وهو برضو يساعدني طبعا طرق ان احنا نقلل النمش، ممكن بالليزر، ممكن بكريمات تفتيح، ممكن بحاجات حقن بقلل فيها افراز الميلانين في المنطقه دي. بس هتبقى المواظبه على العلاج مستمر، عشان بمجرد ما هو بيقعد قد ايه تقريبا يا دكتور؟ فتره العلاج بتقعد قد ايه؟ انا اعرف ان الامراض الجلديه ممكن العلاج بيطول فيها شويه. بص 3 شهور دي فتره متوسطه جدا. هتبقى فتره كويسه 3 شهور. بس ممكن بعد فتره من توقيف العلاج ممكن يرجع النمش تاني. فعشان كده لازم في خلال الفتره بتاعت التوقف دي ان انا بكون بفضل متابع مع الدكتور بتاعي، ما بوقفش. اول حاجه علشان ممكن على فترات يديني حاجات تنشط ان هو تساعد النمش ما يرجعش بصوره كبيره. لا انا قللت، وصلت لمرحله عايز احافظ على المرحله دي،
النقطه الثانيه الشمس او حتى الصهد. انت عارف لو واحده ست مثلا حر في المطبخ مثلا في المطبخ ومش عارف ايه وبتاع، ممكن الصهد لوحده ده بينشط لي خلايا اللون. فالشمس والصهد لازم هنتجنبهم تماما عشان موضوع النمش. تاني حاجه موضوع الصمت اللي هو بيفيد يا دكتور موضوع الماسكات، اصل هو يعني ستات البيوت هيقولوا طب احنا هنتجنب ازاي حر المطبخ مثلا يعني. تمام. احنا ممكن نتجنب الخروج في الشمس، انما حر المطبخ هيتجنبوه ازاي؟ هل في ماسكات ولا حاجه معينه بتحميهم من حراره النار المطبخ كده؟ بص هو طبعا واقي الشمس، يعني واقي الشمس مش بنستخدمه بس في الشمس، بنستخدمه حتى لو مكان حر. جميل. ده طبعا هيفيدنا كتير، وكل ما بنعرف الـ SPF بتاعه كل ما بتبقى النتيجة أفضل. إيه معنى SPF؟ بص في عامل حاجة اسمها عامل الحماية أو معامل الحماية بتاع واقي الشمس ده. فكل ما بنعلى فيه في منه درجات كتير. يعني العلو ده بيبقى على حسب سعره مثلا؟ طبعا كل ما بيعلى كل ما السعر بيغلى. لأن كل ما بيعلى كل ما هو بيحميك أكتر من أشعة الشمس الضارة. فعشان كده دايما هتلاقي الأصناف العالية في الرقم بتاع الـ SPF بتاعها بتبقى أسعارها أغلى. جميل. طيب موضوع عين السمكه بقى. بص دي فعلا من المشاكل اللي موجوده اللي بتواجه الناس وبيعانوا فعلا فيها حتى بعد العلاج. يعني بتهيألي عند الناس كلها عين السمكه. بص كله ناس كتير جدا. كله مر بيها. كله مر بيها طبعا مشكله عين السمكه دي، وبتطلع في الايد في الرجل في اي حته في الجسم تلاقي فيه حد دكتور عنده صمت. دكتور انا هزود على استاذ محمد حته برضو الايه اللي هي الصنطايه برضو، يعني هي اما عين السمكه بتبقى عين كده وتحت الجلد او الصنطايه بتبقى بره الجلد. لا بص ما هي هي حاجه واحده ليها كذا مسمى. اللي هو عين السمكه هي الصنطايه الاثنين حاجه واحده. تمام. ودي حاجه ثانيه غير الزواد الجلديه، دي قصه ثانيه خالص. انما عين السمكه هي الصنط. فطرق علاجها كتير جدا في عندي. المهم هيبقى في كي، سواء كان كي كيميائي، كي بالكهرباء، كي بالليزر، كي ايا كان الكي اللي احنا هنعمله. بس لازم في الكي ده نكون احنا متاكدين احنا جبناها من جدرها كويس قوي علشان ما ترجعلناش مره ثانيه. دي بقى على حسب مهارة الطبيب، حسب مهارة الطبيب ومتابعة العيان مع الدكتور بتاعه كل شوية. ولازم احنا دايما بجنب الكي بندي أدوية للمناعة، بنعتمد ان احنا بنرفع مناعة الجسم عشان هي نفسها ترفض الفيروس ده. يعني هو سببه الأساسي فيروس؟ لا ما هو فيروس، هو مرض فيروسي. فيروس وجاله عدوى بأي طريقة كانت يعني. والمهم هنا كمان كل ما بيبتدي العلاج بدري كل ما تبقى نتيجة أحسن. يعني أنا أول لما ألاحظ إن في واحدة ابتدت تطلع لي، لا أروح ألحق أكويها الأول. لما بكويها بدري بشيلها بصوره اسهل وببقى ضامن هي مش هترجع لي تاني. جميل جدا جدا. طب يا دكتور حضرتك بتقول متابعه العيان مع الطبيب، معنى كلام حضرتك ان احنا ممكن نعمل الصنطايه او عين السمكه على اكتر من جلسه؟ طبعا. وغالبا ده اللي بيحصل. يعني لو انا هعمل كي بالتبريد او كي بالكيميائي ده بيبقى على اكتر من جلسه. في حاجه جديده دلوقتي بنعملها، بندي حقن كمان جوه الصنط نفسه. حقن ده فاكسين معين كده بنجيبه بنحقنه جوه الصنطايه، بيخلي الصنطايه تدبر وتصغر شويه بشويه برضو على جلسات. نفس القصه مش جلسه واحده وخلاص. اظن الحمد لله احنا يعني ايه حاولنا نفيد استاذ محمد على قد ما نقدر. نشوف بقى استاذ محي. اتفضل استاذ محي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا فندم. يا دكتور انا عندي احمرار في البشره ولا تعب جسمي كده. احمرار في البشره وايه؟ احمرار في الجسم في البشره. لسعة. حرقان في وشه. بيقول ان في حرقان في وشه او لسعه في وشه. تمام. عندك كام سنه؟ البشره الخد اليمين والخد الشمال عندي 45 سنه. تمام. بس الموضوع ده من زمان مش كده؟ طول عمرك كده يعني؟ لا دي لسه جديده. الموضوع ده قريب. قريب. طيب طب هقول لك هنعمل ايه دلوقتي، بس هيبقى مهم هنا ان احنا لازم طبعا. شكرا لسؤال حضرتك يا استاذ محي. بص هنا لازم يكشف بقى، لازم نشوف ايه سبب الاحمرار ده. ممكن تكون مجرد روزيشيا، ممكن تبقى حساسيه، ممكن تبقى اكزيما، ممكن حرق شمس، ممكن تعرف لازم يتشاف. انا اعرف ان تشخيص الامراض الجلديه لازم عن طريق العينين، هي هي المقياس. بص ما بنقدرش نعتمد على مكالمه تليفون او شكوى كده شفهيه وخلاص، لا ما ينفعش. الجلديه لازم تتشاف عشان نقدر نحدد العلاج المناسب ايه. لان اعتقد يا دكتور ان امراض الجلديه من يعني او برانش الجلديه من البرانشات الصعبه جدا اللي معظم الاعراض بتاعه الامراض بتتشابه مع بعض.
فبتبقى عايزه حد يكون عينه كويسه جدا. نظرك كمان على كده. لا لا بنعتمد على العدسات. نظرك على كده. لا طيب هو عدسات بقى وكده يعني. لازم ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك. طيب ايه حكايه اللسعه دي؟ ممكن تكون برضو حاجه بقى يعني برضو لما يتشاف يعني هتستهدف. احنا مش فاهمين انا مش عارف بالظبط الشكوى ايه سببها، عشان كده لازم يتشاف. وبعدين بناخد كمان منه التاريخ بتاعه، ان هو بيشتغل في شمس يمكن هي اللي عامله له كده، بياخد ادويه معينه يمكن هي اللي عملت كده. يعني نشوف ايه اللي ممكن يكون حاطط كريمات معينه فهي بعد كده قامت عامله له التهاب في وشه يعني. لازم نسمعه كويس ونكشف عليه كويس قبل ما نحدد هو ايه. طيب يا دكتور، بالنسبه هنرجع تاني لقصه الليزر لان هي مهمه فعلا. يعني حضرتك بتقول ان هو ساعات في نوع من الليزر بينشط الكولاجين فبيبين الفراغات، او في ليزر تاني بيخش بيشتغل على النوديولز او الكلاكيع وبيبقى له تاثير. طيب دور الجراحه، جراحة التجميل في حالة آثار حب الشباب أو في حب الشباب نفسه نسبته قد إيه؟ أو يعني لا جراحة كجراحة جراحة يعني ندخل نعمل. بص الجراحة تاني بيقطع حتة بيشيلها وبيرجع يحط مكانها حاجة أو بيخيط تاني، وده لا مفيش حب الشباب حد بيعمل مفيش كده. خالص ما بيعملش كده خالص الحمد لله. مفيش كده. أصلاً أنت عندك ليزر، عندك ميزوثيرابي، عندك كريمات كويسه جدا. إيه دلوقتي يا دكتور ايه الميزوثيرابي؟ بص الميزوثيرابي ده حاجات طبيعيه بتتحقن موضعي في تحت الجلد في الاماكن فيها مشكله. طيب هنرجع للميزوثيرابي يا دكتور بس بعد اتصال الست ام احمد. الو اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن لو سمحت كنت عايزه اكلم الدكتور. دكتور علاء مع حضرتك اتفضلي يا ستي. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور والله كنت عايزه اعرف العلاج بتاع الهالات السوداء اللي تحت العين. تمام. حاضر هجاوبك دلوقتي على طول. حاضر. مش عايز اسال حاجه بيه؟ بص اسمها السوداء يعني هديها فكره عامه كده. طيب شكرا شكرا على اتصال حضرتك يا ام احمد. انا معلش انا اسف انا سالت حضرتك ليه؟ لان في ناس كتير بتبقى عندها الهالات السوداء مولوده بيها. ده حقيقي. وبتسبب لها مشكله بتكتشفها بقى في سن معينه وبتفتكر ان هي جايه لها من انيميا من ضعف من كده فعايزه تعالجها. فانا كنت نفسي حضرتك تسالها انت مولوده بيها ولا لا. مشكله هالجواب ان شاء الله. لا بص ما الفكره في الهالات السوداء لازم نعرف السبب ايه الاول. استاذن حضرتك استاذ محي رجع تاني. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محي. كلام بيك يا دكتور. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. انا كنت بكلم حضرتك دلوقتي والخط قطع. لا احنا معاك اتفضل. انت كنت بتقول انت عندك احمرار في البشره. احمرار انا ما خليتش الدكتور في المنيا. تمام. من المنيا. ما خليتش الدكتور، كشفت بتاع عند كذا دكتور كورتوزينات وفوات الشمس وكل حاجه ومش نافع معايا اي حاجه. طب قالوا له ايه تشخيصك ايه؟ طب قالوا لك ايه طيب؟ كان ايه التشخيص اللي اتقال لك؟ بيقول لي شمس، مره يقول لي ده شمس، مره بيقول لي مش عارف حساسيه، مش عارف اوصل لها دي. طيب يعني وانت بتشتغل ايه طيب يا حبيبي؟ المنيا كشفت عندك. طب انت بتشتغل ايه؟ انا سواق معنقية الوزير. يعني انت تعرضك يعني انت تعرضك للشمس كتير صح كده؟ تمام. طب انت لما بتستخدم العلاجات وشك بيتحسن؟ لا ما بيتحسنش يعني انت حتى مع العلاج ما بتجيش فترات فيها تبقى متحسن؟ لا 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 لا. طب يوم اجازتك وشك بيبقى عامل ازاي؟ ده بص يوم اجازتي بيبقى كويس، اليوم اللي انا فيه شغل بيبقى تعبان. تمام. طيب يبقى احنا كده وصلنا للسبب ان هو عامل لك ده. غالبا هو انت كده هتبقى عندك حساسيه زياده في بشرتك للشمس او الحر. لاحظ انت كمان في المية الجو كان بيبقى حر شويه. بص انت هيبقى علاجك لازم بصوره دايمه واقي الشمس، ده مش هيتقطع، وزي ما تفعل هتجيبه بتركيز اعلى، ودايما كريمات فيها كورتيزون خفيف علشان تقلل الحساسيه بتاعت بشرتك. تمام. وده العلاج هيطول معاك شويه احنا عارفين. لو تقدر تشرفنا في القرن نبص عليك مفيش مشكله طبعا، ده هيبقى احنا نتشخص بصوره احسن كمان، ده يبقى افضل. خلاص كده يا استاذ محي بيه ولا عايز تشرفنا؟ طب انا ما اعرفش العياده فين ولا المكان فين. اتفضل. طيب يا استاذ محي، استاذن حضرتك بقى يعني حضرتك تتواصل مع الكنترول واحنا وان شاء الله هنحاول نفيد حضرتك على قد ما نقدر. نرجع للهالات السوداء يا دكتور عشان الست ام احمد ما تزعلش. بص الهالات السوداء قبل ما نبتدي العلاج لازم نعرف سببها ايه. بالظبط. في عندي سبب ممكن يكون الانيميا هي السبب، في ناس بيبقى نومهم مش منتظم، بتصحى بالليل وتنام بالنهار، او نومها متقطع عندها ارق كتير،
او سبب تاني خالص بقى اللي هو الوراثه. عشان كده لازم نسال برضو الوالده اخبارها ايه، الجده مش عارف ايه، هي وراثه ولا. طبعا الانواع الوراثيه دي اصعب الانواع اللي احنا بنقعد مهما نديها من علاج نقول لها بصي هتحسيني شويه تبقي كويسه. بس قصه النمش يا دكتور ان هي ممكن تخف شويه انما ما بس ترجع تاني. ده لو عامل وراثيه. لو انا عامل انيميا، لو عالجنا الانيميا تلاقي وشها بقى كويس قوي. لو عامل ارهاق مع ارق مع مش عارف ايه، مجرد ما بتظبط امور حياتها بترجع الهالات السودا تبقى احسن بكتير. دلوقتي طبعا السوق مليان كتير حاجات كويسه قوي للهالات السودا، بس طبعا الاستمراريه فيها تبقى مهمه. النتيجه بتاعتها بتبقى بطيئه شويه عشان طبعا الجلد هنا بيبقى حساس قوي وخفيف. لازم بنستخدم حاجات يعني مش ضعيفه شويه، بس على قد ما بنقدر تبقى حاجات طبيعيه عشان ما يبقاش اي اعراض جانبيه، فتبقى نتيجه شويه بطيئه في طيب المكان. معلش يا دكتور هنا بسال، يعني عايز اسال حضرتك برضو في حاجه. معظم السيدات بيستخدموا طبعا اللي هم بشرتهم داكنه شويه بيستخدموا كريمات تفتيح البشره. تمام. الموضوع ده يعني جات عليه شائعات كده، انا عايز اتاكد من حضرتك هي شائعات ولا لا، ان هي يعني بعض الكريمات اي حاجه لتفتح البشره بتبقى حواليها شكوك ان هي ممكن تكون يعني لا قدر الله تعالى كارسينوجينيك مضره. تمام. الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ الكلام ده صح. بص بقابل ناس كتير قوي بيعملوا خلطات كده، يجيب لك كريم كورتيزون مع كريم اللي هو في السوق الناس متعارف عليه ان هو ده كريم تفتيح ومش عارف ايه، مع حاجه ثالثه كده، ويبداوا يعملوا ايه على وشهم. ده الصيدلاني اللي بيعمل كده ولا حد؟ لا هم بيجيبوا في البيت لوحدهم الحاجات دي ويعملوها والكلام. طب ليه يعني؟ بصوا الكورتيزون طبعا بيدي نتيجه وقتها يحسوا ان وشهم بقى فتح مع كريم التفيح مع مش عارف ايه كده، ويخرجوا بيه في الشمس كمان. كنترول بيقول لي فهلوه الشعب المصري، الكلام ده مظبوط؟ لازم احنا التاتش بتاعنا كده الشعب تعالي. الشعب المصري على دماغنا من فوق، بس يعني فعلا احنا الشعب المصري كله دكاتره. كل ده كل واحد دكتور صح، ده كلامك. طيب استاذ اسلام عشان ما يزعلش مننا، استاذ اسلام اتفضل. استاذ اسلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بقول لحضرتك يا دكتور انا لما اغسل وشي بصابون بلاقي حوالين بقي كده بيقشر لوحده، سواء نشفته او ما نشفتوش. طيب بص انت يعني سواء نشفت وشي او ما نشفتش وشي. ايه بص الفكره مش في انت نشفت وشك، الفكره في نوع الصابون اللي انت بتستخدمه. انت واضح انت بشرتك من نوع الجاف او النوع الحساس. يا دكتور ما انا حتى لو ما غسلتش برضه بصابون بلاقي وشي بيقشر حوالين بقي برضه. في الشتاء اكتر، في الشتاء اكتر من الصيف. نعم؟ في الشتاء اكتر من الصيف، صح كده؟ طيب بص ما ده بيبقى جفاف في البشره. جفاف في البشره ده انت محتاج دايما تبقى بتشرب ميه كتير، ده اهم حاجه. تاني حاجه دايما يبقى عندك كريمات مرطبه في البيت، دايما تحط كريمات مرطبه. تالت حاجه نوع الصابون او نوع الغسول انت هتغسل بيه وشك ده هيبقى مهم قوي بقى للبشره الحساسه او شكرا. البشره الجافه. شكرا لاتصالك يا اسلام. طيب يا دكتور يعني في حاجتين يعني عايز برضو اركز عليهم. قصه الكورتيزون في الامراض الجلديه يعني عليها علامات استفهام كتير جدا، هل يستخدم هل ما يستخدمش، هل يستخدم بصوره موضوعيه بس، ايه الانديكيشنز او الحاجات اللي تخلي حد يستخدمه من لا يستمر عليه قد ايه. وبعدين هنخش على الميزوثيرابي لان احنا ما كملناش الخط الثاني من العلاج بعد الليزر. تمام. بص موضوع الكورتيزون يعني ما ينفعش حد من نفسه يروح يجيب من الصيدليه اي دواء كورتيزون وياخده، سواء كان كريمات او سواء كان دواء شرب او راس او ايا كان. لازم يبقى ده باشراف طبي. جميل. كويس. اول حاجه علشان الاعراض الجانبيه بتاعته يبقى هو الدكتور عارف هو بيدي جرعه قد ايه بالظبط والفتره قد ايه، فيقدر ان هو ايه يتجنب الاثار الجانبيه، هياخد التاثير الكويس ويتجنب التاثير الوحش. جميل. تاني حاجه ما فيش حد هياخد كورتيزون ويتسحب مره واحده. ده غلط جدا. حتى لو موضوع يا دكتور؟ يعني حتى لو كريمات او حاجه زي كده لازم برضو يعني بيحط خمس مرات، يبدا يقلل مرتين، يبدا يقلل مره واحده بالتدريج. بص يفضل كده. يفضل. وبعدين ده دايما الكورتيزون لما بيجي يتسحب مره واحده من الجسم بترجع الاعراض بصوره اسوأ من الاول. اسمها انتكاسه. 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 وبعدين مش كل حاجه دلوقتي بنكتب لها كورتيزون، كان في زمان حاجه بنكتب لها كورتيزون دلوقتي خلاص منعنا، خلاص ما ينفعش تكتب مثلا كورتيزون في حاجه زي الصدفيه مثلا. خلاص لا، في حاجات اتمنعت دلوقتي. فلازم الكورتيزون يتكتب تحت اشراف طبي، ما ينفعش حد من نفسه ياخد كورتيزون. من اشهر المشاكل بقى اللي بتجيلنا في موضوع الكورتيزون ده يجي لك واحده رفيعه قوي وعايزه تتخن. بالظبط. تقعد بقى تاخد في حبوب الكورتيزون دي كتير، هي فاكره ان هي كده بتتخن يعني. يجي جلدها بعد كده يفتح، في حاجه اسمها ستريتش ماركس اللي هي علامات التمدد بتاعت الجلد. يسيب علامات اثار. ويسيب علامات بقى سواء كانت بنفسجيه، سواء كانت بيضه، سواء كانت حمراء، ايا كان الحاله عامله ازاي.
وتيجي تقول لك انا عايز اعالج ده، وده من الحاجات الصعبه جدا جدا اللي ما بتعالجش. طب هل ده يا دكتور لما هي بتاخد الكورتيزون ده بيبقى تخن صحي ولا تخن مرضي؟ لا طبعا ده تخن مرضي. تخن مرضي هي بتعمل احتباس للميه جوه الخلايا وخلاص بس. هي مجرد ان هي يعني عايزه تبان ان هي مليانه، جسمها تخن شويه او تزيد شويه بس بصوره غير صحيحه تماما. طبعا لا هي كده بتضر نفسها جامد جدا. الكورتيزون ده ليه اعراض يعني من هنا لاخر اليوم، اعراض جانبيه كتير جدا. طبعا كده بتضر نفسها. يعني انا بتعجب سبحان الله، يعني في بعض الناس بيخافوا من الكورتيزون لدرجه ان هو بيتكتب لهم وما بياخدوهوش. وفي ناس بتروح للكورتيزون لوحدهم من غير ما يتكتب لهم وبتاخده، ويعني ناس فولنتيرز فدائيين. فانا فعلا بتعجب يعني. ايه بقى قصه الكورتيزون ده؟ بس هو علاج كويس يا دكتور، علاج في حالاته ممتاز. بص يعني في بعض الحالات مش هتخف غير بالكورتيزون. ودي مش في الجلديه بس، ده في انف واذن، في بطنه، في حالات ما بتخفش غير بالكورتيزون، بس لازم بالاشراف الطبي زي ما اتفقنا. ما ينفعش واحد من نفسه يروح ياخد كورتيزون وخلاص. خلاص اتفقنا على الجزئيه دي. طيب بالنسبه للميزو ثيرابي مفهومه ايه؟ حضرتك قلت لي الميزو ثيرابي ده عباره عن حقن موضعيه بحقنها في الاماكن اللي فيها عندي مشكله. في ميزو ثيرابي بقى ده انواعه كتيره جدا. في عندي حاجات للتفتيح، في عندي حاجات لحب الشباب اللي هي الاصابع بتاعت حب الشباب، في عندي حاجات للتجاعيد الخفيفه اللي في الوش او الحاجات دي اللي هي الرينكلز الخفيفه، في عندي حاجه للتخسيس، يعني انواع كتير جدا من الميزوثيرابي. طيب وللشعر كمان. استاذن حضرتك يا فندم، معانا استاذ عادل، وبعد استاذ عادل معانا 5 دقائق. اتفضل. يا استاذ عادل الاول، اتفضل يا فندم. الو. اتفضل يا استاذ عادل، اتفضل. هو بيكلمني اهو. اتفضل. وعليكم السلام. اتفضل يا استاذ عادل. بقول يا دكتور، في حد طالع في وشي كده عادل من فوق. انت عندك كام سنه يا استاذ عادل؟ لوحده كده، اعمل له ايه؟ طيب عندك كام سنه؟ عندك كام سنه؟ عمرك؟ عندي 33. تمام. دايما بيطلع لك حبوب يعني كده ولا دي اول مره؟ لا دي اول مره والله. حد جامد كده طلع لي في وشي. معبي صديد ولا حاجه؟ نعم. معبي صديد. استاذن حضرتك يا استاذ عادل، بس اخفض صوت التليفزيون. استاذ عادل استاذنك، اخفض صوت التلفزيون وكلمنا من التليفون بس بعد اذنك. ماشي. اتفضل. ايوه يا دكتور. بقولك في صديد ولا حاجه في الحبوب دي؟ لا ده ما رحتش لحد خالص لسه. معبية حاجة لما بتضغط عليها بتطلع مادة بيضة كده ولا حاجة؟ أنا عايز أسمعك بالتلفزيون. ما هو مش هينفع يا أستاذ عادل، لأن الصوت هيوصل متأخر ومش هتستفاد. يعني خليك من التليفون أحسن ونخفض صوت التلفزيون شوية. طب بص، هو ده غالبا ده مش حب شباب، هو قصة أول مرة يطلع له يعني دلوقتي. شكرا يا أستاذ عادل لحضرتك. هو محتاج بس يعني كريمات حساسية، ما حاجة فيهم ضد حيوي خفيف كده، هيلاقي الدنيا معاه أحسن كتير. طب جميل جدا. واحنا كده بصراحه يعني احنا خدنا استاذ عادل وخدنا الخمس دقائق. خلصوا الخمس دقائق. لا لا ان شاء الله. لسه 3 دقائق بيه. فحضرتك بقى يعني عايز حضرتك توجز كل اللي انت المسج اللي عايز توصلها، الرساله اللي عايز توصلها للساده المشاهدين. طيب بص، بالنسبه لحب الشباب يعني على قد ما نقدر ان احنا نهتم بالنظام الغذائي، ما نتعرضش لشمس، نبتدي العلاج من بدري، ما نهملش الموضوع. كل ما نبتدي علاج بدري كل ما نتجنب الاثار الجانبيه زي الفحر والكلام ده كله. الطريق العلاج اللي هيحددها هو الدكتور مش المريض، على حسب الدرجه هو اللي هيحدد ايه الصح وايه الغلط. نمشي على العلاج للاخر، ما نجيش نوقف العلاج في النص، ده توقيف العلاج في النص بيجيب نتيجه عكسيه بعد كده. يمكن دي اهم النقط. وطرق العلاج بقى زي اتفقنا هي كتير. طيب يعني تقول حضرتك ايه للناس اللي بتروح لاكتر من دكتور؟ بص ده واحد. لا بص ده مش صح، لا ما ينفعش، لان كل دكتور بيبقى له الطريقه بتاعته في العلاج، ولازم دايما ابتديت مع حد امشي معاه للاخر، لان في الاخر هوصل للنتيجه اللي انا عايزها. انما نفس الدكتورين في نفس الوقت ده ممكن بيعمل لي لخبطه في العلاج. ده ممكن يبقى اكتر من دكتورين، ده ممكن يبقى يعني عدد كتير. يروح لدكتور فمثلا يجرب ما يحسنش بسرعه، فيروح لواحد تاني، فيروح لواحد تالت يتاكد من الاول كده وهكذا. لا لا الكلام طبعا مش صح خالص، ما ينفعش. قصة ان هو ما يتحسنش على طول، ده بيبقى بتختلف من واحد لتاني حسب استجابه بشرته والعلاج عامله ازاي. في واحد بيستجيب متاخر شويه، في واحد، في دكتور مثلا بيفضل يبتدي علاج بسيط الاول قبل ما يدي حاجه،
قوية يعني بتختلف على حسب كل طريقة يعني، بس في الاخر هيوصل للنتيجة اللي هو عاوزها. تمام. اهم حاجة ما يلعبش في الحبوب خالص عشان ما يسيبش اثر بعد كده. الاثار كل حاجة الحيوي شاب ليه علاج، ما حدش يقلق خالص من النقطة دي، سواء كانت اثار، سواء كانت بقعة غامقة شوية، سواء كان فحر، سواء كان حبوب نفسها، كل حاجة ليها علاج، ما حدش يقلق، بس احنا نمشي على النظام الصح. يعني استاذن حضرتك ان انا انصح الساده المشاهدين ان هم يسمعوا كلام الدكتور علاء سمرة عشان نبقى كلنا زي القمر. شكرا لحضرتك طبعا دكتور علاء، استفدت كتير من حضرتك، واعتقد الساده المشاهدين الحمد لله استفادوا كتير. شكرا اعزائي المشاهدين لحسن المتابعه، وعلى وعد باللقاء القادم ان شاء الله تعالى. انتظروني 5:15 كل يوم ما عدا الاثنين والخميس. سعدت بكم دكتور ياسر شقوير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.